بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها. معاشر المسلمين والمسلمات، اتقوا الله تعالى وراقبوه فهو أهل أن يتقى، واعبدوه فهو أحق من عبد، وتذللوا إليه فهو أرفق من ملك. أيها المؤمنون والمؤمنات، من عظيم صفات الله سبحانه وتعالى الحكمة، ومن أعظم أسمائه تعالى الحكيم. وينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبثا. قال الله تعالى: تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما يخلق لحكمة بالغة عظيمة ومصالح راجحة عميقة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه العزيز، فبين أنه لم يخلق البشر عبثا، ولم يخلق السماوات والأرض لعبا. فقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وقد أثبت المؤمنون العقلاء الحكمة لله تعالى في خلقه، ونفاها الكفار. قال تعالى عن قول المؤمنين: إذ تفكروا في خلق الله، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال تعالى في بيان موقف الكفار من حكمة خلقه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وكذلك لم يخلق الله تعالى الإنسان ليأكل ويشرب ويتكاثر فيكون بذلك كالبهائم، بل كرم الله تعالى الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ولكن أبى أكثر الناس إلا كفورا، فجهلوا أو جحدوا الحكمة الحقيقية من خلقهم، وصار كل همهم التمتع بشهوات الدنيا. وحياة هؤلاء كحياة البهائم، بل هم أضل. قال تعالى:
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ومن المعلوم عند عقلاء الناس أن الذي يصنع الشيء هو الذي أدرى بالحكمة منه من غيره، ولله المثل الأعلى، فإنه هو الذي خلق البشر وهو أعلم بأنه هو أعلم بالحكمة من خلقه للناس، وهذا لا يجادل فيه أحد. ثم إن الناس كلهم يجزمون أن أعضاءهم خلقت لحكمة، فهذه العين للنظر، وهذه الأذن للسمع، وهكذا. أيعقل أن يكون أعضاؤه مخلوقة للحكمة ويكون هو بذاته مخلوقا عبثا؟ ومن أعظم الحكم التي خلق الله البشر من أجلها، وهو من أعظم الابتلاءات، الأمر بتوحيده عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. وقد نص الله تعالى على هذه الحكمة في خلق البشر، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي إنما خلقهم خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم، انتهى. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته وأمرهم بذلك، فمن انقاد وأدى ما أمر به فهو من المفلحين، ومن أعرض عن ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولا بد أن يجمعهم في دار يجازيهم فيها على ما أمرهم به ونهاهم. معاشر المؤمنين والمؤمنات، إذا علمنا أننا خلقنا لحكمة، وعلمنا هذه الحكمة وهي عبادة الله وطاعته، وجب علينا السعي في تحقيق ما خلقنا له، ونعلم يقينا أن الاشتغال بغير ذلك هو العبث واللعب الذي يضر ولا ينفع. اللهم استعملنا في طاعتك، وتقبل منا يا كريم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.